عيسى سيد كاتب الدولة المكلف بالنقل، نسائلكم عن سياستكم لإصلاح منظومة النقل الطرقي للبضائع وشكرا. نجاوب السيد كاتب الدولة. من إصلاح المنظومة ديال النقل الطرقي ديال البضائع تتم بطريقة تشاركية مع المهنيين، وكان آخر لقاء هو اللي كان فيه يوم دراسي يوم 8 دجنبر 2018، واللي الوزارة طرحت فيه عقد البرنامج بمعنى الرؤية الاستراتيجية ديال الإصلاح ديال القطاع، واللي حضروا فيه حوالي 300 مشارك 40 هيئة بالإضافة إلى القطاعات الوزارة المعنية، واللي قدمت فيه الوزارة الرؤية ديالها ديال الإصلاح اللي فيه 4 ديال الدعامات رئيسية، وهذه 4 ديال الدعامات فيها 18 محور، وهذا المحور فيه واحد العديد من الإجراءات. الدعامات الرئيسية هي التأهيل الأول ديال القطاع، ثم الهيكلة والتنظيم، ثم الحكامة ديال القطاع، ثم المساله اللي مرتبطه بالتنافسيه وبالمهنيه ديال القطاع. ونحن الان اعطينا ال 51 هيئه مهنيه، وهاد ال 51 جاوبونا منها 26، فنحن ناخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديالهم باش نعاود نقوموا بتنزيل عقد برنامج اللي غادي يكون هو الخطه الاستراتيجيه ديال الاصلاح ديال القطاع. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب المحترم. تفضل السيد النائب. بالنسبه لهاد الاجتماعات اللي هضرت عليهم، راه ما علاش نهضروني دابا، راه ما التزمتوش السيد الوزير، ما التزمتوش بدوك الوعود اللي عطيتو للناس ديال القطاع. اسمح لي السيد الوزير باش نذكرك بانه في الاجتماع الاخير عطيتو للناس بانه غادي تزاد 30% في الحموله، مع العلم في ارض الواقع انه الان اصحاب القطاع مساكن تيتكرفصوا في الطرقان مع الدرك، ما كاين غير الفوريان والغرامات، ولا تتوصل حتى للمتابعه القضائيه. وكاين اشكاليه اخرى السيد مع الوزير، هي تحديد هذه الحاضره اللي هي هذه الكارت غريز اللي تتسمى الكارت غريز، اللي وعدتهم بهم بان غادي يمشيو للسيرفيس ديمين غادي يصيبوا انهم باش يبدلوا البطائق ديالهم، في حين تيمشيو للسيرفيس ديمين ما تيلقاوش ولا معلومه، بحال ما ديك السيرفيس ديمين ما تابعش الوزاره ديالكم السيد الوزير. وزياده على هذا الشيء كاين مشكل ديال دفتر الشحن. بالله عليكم السيد الوزير، واش هاد القوانين فاش تخرجوها تتراعيوا الارض الواقع؟ واش دخلنا عليكم بالله؟ واش هاد السيد دابا هاد الارباب ديال هاد القطاع هذا، هادو واش غيمشي يبغي يشارجي عند الفلاح يشارجي عنده التبن، غادي يقول لي اعطيني الفاكتوره. مزيان نديروا الفاكتوره ونديروا كذا وباش نضبطوا الضرائب ونضبطوا هادي. هاد الناس راه ما تيهربوش من الضرائب السيد الوزير، راه باغيين يخلصوا الضرائب. انا احنا اقتراحات ديالنا في الاصل والمعصر انه يتعطاو واحد ضريبه جزافيه لكل شاحنه على حده، راه معروفين دابا كاين شاحنه ديال 3 طن ونص، كاينه ديال 14 طن، كاين ديال 10، تعطاو واحد ضريبه جزائيه والناس راه مستعدين انهم يخلصوا. محترم انتهى الوقت، هل من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ لا يوجد. رد السيد كاتب الدوله فيما بقي من ثواني. الوزارة لم تلتزم ومجانب للصواب، ما خصناش نمشيو نسمعوا الطرف اللي ربما يخرج وي. اليوم الوزارة التزمت، وهذا الشيء اللي تكلمت عليه في 3 ديال من الفترة الرئيسية تجديد الحاضرة، وهذا الشيء اللي في بيان الشحن ومسألة أخرى ديال الحمولة، هذه راه كاين لجنة تقنية كوناها في نوفمبر مع المهنيين التي تدرس كل حالة على حدة. أنت هضرتي على قلم 14 فوق 14 طن من 2 ونص حتى 8 ديال الطن، هذه راه أمور اللي هي تقنية ما حسمناش فيها بطريقة حاسمة، وحنا درنا لجنة تقنية التي تشتغل مع المهنيين. ما يمكنش حنا تنشتغلوا مع المهني باش نلقاو الحلول اللي هي إجرائية وعملية، وتجي تقول اليوم أنه الوزارة لم تلتزم. نحن ملتزمون بداك الشيء اللي درناه، وعطينا دفتر التحمل عقد البرنامج للإخوان المهنيين، طلبنا منهم انهم يعطيونا الاجوبه ديالهم باش ندخلوا ديك الاجوبه. اما بيان الشحن ماشي هذه الحكومه اللي دارته، بيان الشحن. شكرا سيد كاتب الدوله، شكرا على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه.